في عندنا كذا نوع من انواع التيشو كونتراست اللي هم T1 weighted و T2 weighted والبروتون دنسي weighted. البروتون دنسي weighted انا بخليها هي عباره عن انه فيتش، يعني الفانكشن بتاعت السيجنال او السيجنال بتاعتي اللي جايه لي بتبقى بروبورشنال بس لانوفيتش، مش معتمده على T1 ولا T2 خالص. فدي معناها ان انا خدت التي ار بتاعتي كبيره قوي بحيث ان انا اقدر ريكفر الماجنتايزيشن بتاعي يرجع كله لغايه اخره، يبقى كيرف كله مش معتمد خالص على التي 1، وفي نفس الوقت اخد التي اي بتاعتي قصيره جدا بحيث ان انا برده الترم اللي معتمد على التي 2 او التي 2 ستار ما يبقاش موجود برده، فتبقى معتمده بس على انوفيتش. التي 1 ويتد بخلي الترم بتاع التي 1 موجود بان انا اخلي التي ار صغيره. التي 2 ويتد او التي 2 ستار ويتد انا بخلي الترم اللي فيه تي 2 او تي 2 ستار موجود بان انا اخلي التي بتاعتي كبيره. فلو انا دلوقتي ببص على الحالات بتاعه الشورت تي ار واللونج تي ار، لو انا بتكلم هنا على الشورت تي ار وبتكلم بقارن بقى الشورت تي ار واللونج تي ار وبقارن معاها الشورت تي اي واللونج تي اي، لو عندي دلوقتي سي اس اف والوايت ماتر، اوكي؟ الوايت ماتر والسي اس اف لو انا خدت مثلا ده شورت تي ار، كويس؟ شورت تي ار معناه انا جيت هنا دلوقتي وابتديت اخد السيجنال بتاعتي. يبقى معنى كده كان في عندي هنا كونتراست جاي لي نتيجه للايه؟ نتيجه للتي 1. لما جيت بعد كده بعمل اكوزيشن للسيجنال بتاعتي انا ممكن اخد تي اي صغيره او تي اي كبيره. لو خدت تي اي صغيره هلاقي ان الفرق بيني وبين الاثنين دول وبعض هتلاقي ان هو قل، يعني هتلاقي ان احنا لو خدنا تي اي بتساوي صفر هيبقى احسن لنا من عند تي اي 1. بس لو استنينا كفايه هنلاقي ان في واحده فيهم نزلت اكتر من الثانيه بكتير، فمعنى كده لو انا خدت عند تي اي 2 هيبقى عندي كونتراست احسن اكشولي من اللي كان موجود عندي عند تي اي بتساوي زيرو. فيبقى معنى كده ان انا ممكن ان انا اختار ان عندي يبقى في شورت تي ار مع لونج تي اي عشان يطلع لي كونتراست بين الوايت ماتر والسي اس اف. اوكي؟ وفي الحاله دي نلاحظ ان احنا عندنا طبعا السي اس اف هيبقى اعلى من الايه؟ اعلى من التي اي من الوايت ماتر. اوكي؟ فمعنى كده ان انا هيظهر لي السي اس اف لونه ابيض والوايت ماتر هيبقى لونها ايه؟ لونها اسود او لونها غامق يعني. لو انا خدت لونج تي ار بقى يبقى انا معنى كده ان انا استنيت اولموست لغايه لما هما الاثنين وصلوا لغايه السيز ستيب بتاعهم، لغايه الجراوند يعني ليفل بتاعهم، فمعنى كده ان كل واحده فيهم هتوصل للان اوف اتش بتاعتها. ان اوف اتش بتاعت الوايت ماتر كام؟ 0.61 وبتاعت الجري بتاعت السي اس اف كام؟ 1. فمعنى كده بتكلم ان السي اس اف هيبقى اعلى بكتير من الايه؟ من الوايت ماتر، فاوريدي ده في كونتراست موجود كده نتيجه بس الايه؟ نتيجه بس الان اوف اتش، نتيجه للبروتون دنسيتي. فلو جيت صورت انا هنا دلوقتي في الوقت ده دلوقتي انا باخد بروتون دنسيتي ويتد ايميجنج، اوكي؟ لان عندي لونج تي ار وشورت تي اي، اوكي؟ فده هيديني كونتراست مبني على ال 0.61 للكام؟ للواحد دي، اوكي؟ يعني فرق 40%. لو خليتهم بقى الاثنين يبتدوا يحصل لهم ديكاي، اوكي؟ عند تي اي 1 هلاقي نفس الكونتراست ده اولموست موجود مفيش اختلاف لو تي 1 تي اي صغيره قصيره. لو تي اي كبرت شويه هلاقي ان الفرق ده اكشولي بيزيد، لان انا عندي برده في فرق موجود بين الايه؟ بين الوايت ماتر تي 2 والايه؟ والسي اس اف تي 2. فالفرق ده الحقيقه هيكبر لي الفرق اللي كان موجود هنا. فهنا انا ممكن برده لو خدت لونج تي ار وخدت معاها لونج تي اي يطلع لي برده كونتراست ممتاز بين السي اس اف والوايت ماتر. هنا برضو هلاقي ان السي اس اف هيبقى السيجنال بتاعته اعلى من الوايت ماتر في النقطه اللي هي ايه؟ اللي عندي فيها لونج تي اي، علشان السي اس اف التي 2 بتاعته تعتبر اطول من الايه؟ من الوايت ماتر.